1701 هو إذا بدك اليوم اللي شافت فيه إسرائيل إذا بدك هيك بارق الضوء لتقول لسكان الشمال أنا جبت لكم شيء. إسرائيل بدها تقول إنه أنا طلعت لكم حزب الله شمال الليطان. طب أنا بتطلع هيك وين المصلحة اللبنانية بذلك؟ يعني بجيب سلاح حزب الله اللي هو على حدود إسرائيل، يمكن ما بنعرف وين هو أصلا موزع، بس إنه بجيب اللي بالجنوب حطهم بالشمال لمين؟ لألنا؟ شو له أي منفعة هذا سلاح إذا كان هون؟ ال 1701 وهيدي بتمنى يسمعوني اللي بيكتبوا كمان أحيانا من دون ما يفكروا شو عم بيقولوا، يناقض ال 1559 رغم إنه بتبلش مقدمته إنه مع التأكيد على القرارات الدولية السابقة، كل القرارات الدولية هيك بتبلش يا جماعة. بس 1701 بيحكي عن الشمال الليطاني أن يكون سلاح حزب الله، شو يعني؟ يعني ال 1559 أنا لغيته، اللي بيحكي عن بسط سيادة السلطة اللبنانية على كل أراضيها. فأنا إذا بدي أتمسك ليكون عندي سيادة وبلد بدي أتمسك بال 1559، بينما ال 1701 هو موضوع بي آر إسرائيلي ليخبرون يعطون وهم لا ساكني الشمال انه انتم بامان، رغم انه الكل بيعرف انه اليوم لا عندي خط برلاب بقى ولا عندي الامور اللي عسكريا كانت تسوى قبل اليوم ما عادت تزبط، لانه بنعرف انه الصواريخ صار مداها ابعد، وبنعرف قد ايه لبنان صغير، يعني من شمال الليطاني لجنوب الليطاني قد ايه بدنا وقت لنصير هناك. ففي محل ما فعلا شويه خفه بالتعاطي بهذه المساله، ولا ارى المصلحة اللبنانية بذلك، تماما مثل ما عملوا بموضوع الترسيم. نحن صرنا بدنا نعود على إسرائيل، إذا طلع عنا نفط وغاز نحن بنروح ندفع لإسرائيل من مياتنا وأرضنا والغاز والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. كيف عملوا هيداك اتفاقية الزل؟ هلأ عم يجوا يخبروني عن اتفاقية جديدة أنه 1701 توعد تخلص كل مشاكلك. لا يا عمي، بالعكس، شمال الليطاني سلاح حزب الله أسوأ بكثير من جنوب الليطاني. بعد في عنا حجة أنه نحن نقاتل إسرائيل، شمال الليطاني يعني هذا سلاح ما له أي طعمة، يعني هذا سلاح يجب أن فعلا يسلم للجيش اللبناني، تنتهي هذه الحفلة بأي طريقة من الطرق. مش هيك بقول لك كمان طبخة بحص، وإذا رح تتم للأسف مين بيدفع الثمن؟ الطرف الأضعف، ولبنان اليوم هو الطرف الأضعف للأسف. فإذا بدهم يجيبوا هيك شيء، عرفتي بسموها إنه شغلة سريعة هيك كويك فيكس بموضوع شمال إسرائيل وعودة السكان، لقوا مخرج ال 1701 اللي عارفين إنه عم بيضحكوا فيه حتى على جماعتهم، لأنه لا يؤدي إلى أي أمن حقيقي لإسرائيل. مش